كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تضع نصب أعينها أهدافا طموحة ضمن استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ، مشيرا إلى العمل على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر عبر العديد من الخطوات. كما أوضح الرئيس السيسي أن البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء نوفي الذي أطلقته مصر مؤخرا هو تجسيد لهذا الطموح بالتغلب على تحدي تغير المناخ. ولقد وضعنا في مصر نصب أعيننا أهدافا طموحة عبرنا عنها في استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ، ونعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، واتخذنا خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء. ولعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء نوفي الذي أطلقته مصر مؤخرا هو تجسيد لهذا الطموح وهذا التوجه.